أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. وأنا في السادسة من عمري زي أي طفل بريء بيتفرج على تلفزيونه الجميل مع جدته المنشغلة بقراءة الصحف اليومية، إذا بي بتعجب ليه الأفلام الأبيض وأسود أبيض وأسود؟ هما ما كانش عندهم ألوان؟ بدل ما أفكر إن الكاميرات تطورت والكاميرات دي خلتنا نشوف ألوان أكتر، أنا رحت للحل الراديكالي، لأن أنا راديكال، واستنتجت إن زمان ما كانش فيه ألوان، وآمنت إن التقدم التقني اللي إحنا عملناه هو اللي خلى المجتمعات القديمة دي اللي كانت حياتها أبيض وسود حياة ملونة. نظرت وقتها لجدتي في نظرة من الشفقة، نظرة من التعاطف، إزاي كانوا عايشين حياة كده، حياة أبيض وسود مفيش ألوان. طبعا واحد سخيف أسمع أنه بيتريق على هذا السؤال البريء من طفل عنده 6 سنين، بلاش تريق على الأطفال، لأن الحاجات دي بالنسبة للأطفال حاجات منطقية جدا، زي منطقية أن الشخصيات الكرتونية كل يوم بيلبسوا نفس اللبس. بالنسبه للطفل الكلام ده منطقي، بس لما كبرت اكتشفت لا، انه كان في الوان زمان وكان في الوان دلوقتي. لما كبرت شويه اكتر بقى، بقيت اللي هو في سني دلوقتي، اكتشفت ان احنا ممكن نقول كده، ممكن نقول الدنيا زمان كان فيها الوان اقل وبقى فيها الوان اكتر. شفت فاجئتك انا، خلينا اشرح لك. جورج بيركلي كان له نظره فلسفيه عن الواقع، هو كان شايف ان الواقع مش موجود، مخنا اللي بيعمله، مفيش حاجه اسمها حقيقه، في حاجه اسمها عقل وافكار بس. النظريه دي انت ممكن تتفق او تختلف معاه، بس لو بتتفق معاه بشكل أو بآخر ممكن تقول إن دنيا زمان فعلا كان فيها ألوان أقل من دلوقتي، لأن ما كانش فيه العيون الروشة اللي تشوف الألوان دي. ده معناه إن عن تطور العيون اللي بتشوف الضوء والمخ اللي بيترجم هذه الموجات لألوان الدنيا تلونت. العين اللي نعرفها دلوقتي تقريبا متوقع ان هي بدات من 500 مليون سنه، كنا نتوقع ان هي حاجه شبه اليوجلينا، كان كده على قد حاله دي اللي هي خلايا واحده، هو خلايا واحده بسيط جدا. الحاجه اللي عنده بنسميها عين كانت حاجه بس بتفرق اذا كان في ضوء ولا مفيش. والله في ضوء، هنقوم رايحين ناحيته عشان نعمل عمليه الفوتوسينثيسز، البناء الضوئي. بالنسبه لهذا الكائن البسيط العالم كله نور او مفيش نور. بعد كده شفنا كائن زي البلاناريا، عينيها كانت زي الكوبايه، الريسبتورز تبقى هنا، وكون العين زي الكوبايه ده بيخلي الضوء يدخل نوعا ما بانجلز، فانت مش بس بتشوف ضوء، انت كمان بتعرف الضوء جاي من انهي ناحيه وتعرف ايه اللي بيحصل حواليك. بعد كده بعض الكائنات تجرب في حاجات جديده، كائن زي النوتلس مثلا عينيه بقت عامله كده، فبقى المكان اللي بيخش منه الضوء صغير، فعمل ريزوليوشن احسن، بقيت تقدر تشوف اشكال، لو حطيت مثلا ايديك كده قدامه يقدر يبقى شايف ايدين، حاجه بتتحرك بقى. بعد كده كائن عايز يغطي العين عشان يحميها من بعض الامراض، فعمل حاجه مثلا اسمها القرنيه، طبعا القرنيه بتكسر الضوء، بس يعني غالبا لما بدات كان بس بتحمي العين. على حد ما فهمت طبعا العين لما اتقفلت كانت قالت لك رش لي يا عم بقى شويه سوائل جوه، ده طبعا حسن الحساسيه للضوء فبقى في سوائل جوه. بعد كده تحت القرنيه بقى في عدسه بتركز الضوء، عينيك تطورت جامد عبر التاريخ، فانت عينيك ما شاء الله متعوب فيها. يعني اسمع واحد بيقول لي يا سلام، ده احنا كده بقى وصلنا لقمه الاعجاز، العين بتاعه البني ادمين دي بقت احسن حاجه واعظم حاجه. مش عايز افاجئك واقول لك الحكايه دي، بس عينيك كبني ادم فيها بعض العيوب. ايه ازاي الكلام ده؟ الشبكيه بتاعتك اللي هي الرتنا بصه الناحيه دي بصه ورا، فبتعمل لك في الحته اللي طالع منها الاوبتيكال نيرف نقطه عاميه، بس مخك ما شاء الله تبارك الله شاطر جدا في ان هو يخبي الحتت دي، فانت ما تحسش ان في نقطه عاميه، لان هو ما شاء الله بيكمل شايف الصوره كلها كبيره، فبيحط حاجات كده يعني من عنده، ما تحسكش ان في نقطه عاميه، بس انت عندك نقطه عاميه. اسمع واحد بيقول لي طب يا عم اكيد ده احسن حاجه، لا مش بالظبط كده. الاخطبوط مثلا الرتنا بتاعته الناحيه دي فما عندهوش نقطه عاميه، وثلاث ارباع الرخوات بهذا الشكل ان لم يكن كلهم. مش بس كده، في حيوانات كتيره جدا الرؤيه عندها اروش منك بكتير، معلش ما تاخذنيش، سمك الجيتار ما بيرمش، الحربايه عينيها ممكن تتحرك عكس بعضها، تبقى دي بصه فوق ودي بصه تحت كده. نوع من انواع الحبار عنده اكبر عين في مملكه الحيوانات، عينه ممكن تبقى قد كوره. في الدراجون فلاي العين متركبه من 30,000 اوماتيديا، دي عين ممكن تشوف اشعه تحت الحمراء، الدقه اللي العين دي بتشوف بيها ممكن توصل ل 250 مره الدقه اللي عينك بتشوف بيها، وعنده رؤيه ليليه. ما خلاص يا عم جبت لي الحيوانات كلها، يعني انا لازم افهمك حاجه، لازم اعرفك وضعك ووضع عينك اللي عرفنا بيها بثلاث ارباع اغانيك. ايه عيني يا ليل فرحان لي بيهم ليه؟ امال الدراجون فلاي تعمل ايه بقى؟ تتغني لايه بقى لما عندها قدره ان هي تشوف 250 مره الدقه اللي حضرتك بتشوف بيها؟ ده في نوع من انواع الجمبري عنده 16 كون، 16 مخروطه. طبعا انت ما تعرفش يعني مخروط، كونز دي اللي بتخليك تشوف الالوان عكس الرودز، خليك تشوف ابيض واسود. انت عندك كام؟ 3. 3 كونز ده 16، ده مرحله ثانيه خالص، الوان ثانيه خالص. مش متخيل بقى ريتريكا بتاعهم عامل ازاي. ده المفروض بقى اللي يروح يغني للعين يقول يا عيني يا ليلي مش عارف ايه، ده بيشوف اشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء، فوق وتحت. بس عشان اكون صريح معاك،
قوة العين مش كل حاجة. الحضارة واللغة اللي بتسمي الألوان ممكن يكون ليها دور في الرؤية برضو. والتفرق في اللغة الروسية مثلا في كلمتين بيوصفوا بيها درجتين لدرجات الأزرق. فريق في MIT لاحظ ان لما الروس يجي لهم عشان يفرقوا ما بين الدرجتين كانوا أسرع 10% من الناس اللي ما عندهمش الدرجتين دول في اللغة، عندهم الأزرق بس. نوعا ما اللغة ممكن تكون بتسهل التفرقة اللي انت شايف. وكان في ملاحظات زمان على قبيلة أفريقية ما كانش عندهم كلمة توصف اللون الأزرق، لدرجة ان لما كان تحط لهم مربعات لونها أخضر وفي وسطهم واحد أزرق ما كانوش يعرفوا يطلعوه. انت متخيل؟ لا طب كويس، عشان عموما التجربة دي يعني او الملاحظات دي كان حصل عليها جدال كبير في العلوم، فانا مش عايزك تتخيلها. بس انت ممكن تسألني سؤال، الله ممكن يبقى في ناس ما عندهاش كلمة توصف اللون الأزرق؟ لا ده انا استغربت منها دي، مش مصدق اللي انت بتقوله لي ده. ثلاث ارباع الحضارات زمان على الاقل على حد معرفتنا ما كانش عندها كلمة فعلا توصف اللون الأزرق. انا عارف ان انا ممكن اكون فاجئتك بالمعلومة دي، بس ده حقيقي تقريبا يعني. ويليام جلادسون لما بص في ملحمة هومر، واحدة من ملاحم الإغريق اللي هي يعني تراث أدبي عتيق، مفيش ذكر اللون الأزرق خالص. يعني في أبيض وأسود وأحمر وأخضر وأصفر، لكن مفيش أزرق. نسبة كبيرة من التراث البشري ما كانش حتى بيقول إن السماء زرق. في بحث العالم الفيلولوجي لازرس جيجر لاحظ إن كتير جدا من الوثائق التاريخية فعلا ما فيهاش أزرق، ونسبة كبيرة من اللغات كان الأزرق والأخضر نفس الكلمة. غالبا الفكرة إن أغلبية الحضارات ما كانش اللون الأزرق بالنسبة لها لون مهم، فجت التسمية للون متأخر. هما كانوا شايفين الألوان بس مش محتاجين يسموها عشان ما بيتعاملوش معاها. ولما نيجي حتى نبص في المستندات نلاقي إن أول ظهور الألوان في الكتب كان أبيض والأسود، عشان الصبح والليل القمر الحاجات اللي بنشوفها على طول. بعد كده نلاقي اللون الاحمر عشان الدم، وبعدين الاصفر الشمس، وبعدين الاخضر الاشجار، وبعدين في الاخر جه الازرق تاني. ده مش معناه ان هم ما كانوش بيشوفوا الازرق، هو بس ما كانش بالاهميه الكافيه ان هم يسموه. بس انا عايزك تتخيل النقطه دي، البشر لاغلبيه الوقت ما كانش عندهم اسم للون اللي بيوصف كوكبهم، الكوكب الازرق. Are you crazy؟ سوري بس اتحمست. بس شوف لي حاجه لازم نفكر فيها، في ممكن يكون مستخبي، ما يمكن المستقبل في الوان مهمه جدا بس احنا مش مسمينها. تعال شوف الازرق لون مهم النهارده بالنسبه لنا، لكن زمان ما كانش له اسم. او يمكن الأسوأ، او يعني فكرت فيها ممكن برضو الاحسن، عينينا تتطور وتبتدي تشوف الوان جديده، الوان احنا مش شايفينها دلوقتي. احنا اسمنا ترايكروميتس، يعني احنا عندنا ثلاث مخروطات، ثلاثه كونز. في ناس بقى عندهم طفره جينيه بتخليهم تتراكروميتس. تتراكروميتس يعني عندهم اربع مخروطات، يعني استهيت بتشوف عننا زياده تقريبا 100 مليون لون. بالنسبه للناس دي انت عندك عمى الوان وانا عندي عمى الوان. بالنسبه للناس دي احنا الاثنين ناقصين، في 100 مليون لون هم شايفينه احنا مش شايفينه. بس النقص ده يخليك تحس بالكنز، ده ممكن فعلا يكون في الوان اكتر بكتير من اللي احنا شايفينها. لو الناس دي بقوا اكتر مننا وبقوا يمثلوا الجنس البشري، بقى الجنس البشري بطبيعه الحال تتراكروميت، هيبقوا بيبصوا زمان ويقولوا ايه الناس البدائيه دي ما كانوش بيشوفوا غير الوان محدده. ويمكن يسالوا لما يشوفوا الحلقات دي، هي الناس بتوع زمان دول كانوا عندهم الوان اقل مننا؟ الالوان بتحلي حياتنا، بتدينا متعه مرئيه خاصه، بتعمل لنا فنون نستمتع بيها ونوصف بيها اللي حوالينا، بتعمل لنا انستغرام وريتريكا نوثق بيهم صورنا. وبالرغم ان ممكن تبقى حاجات تافهه الالوان والمتعه من النظر، الا ان في بدايه الوجود غالبا الالوان كانت في منتهى الاهميه. لو بصيت للطبيعه مثلا هتلاقي الكائنات السامه هي اكتر كائنات ملونه. في علم الاحياء عندنا الابسوماتيزم، الحيوانات دي لو ما كانش عندنا العينين اللي تشوف الوانها كان زماننا كلناها ومتنا من سمها. معرفش صراحه اذا كان ده سبب تطور عينينا عشان تشوف الالوان، بس اكيد في فائده حيويه عشان العالم ما يبقاش بقماءة عين اليوجيلينا، ويبقى فيه هذا الكم من الألوان اللي هي في نهاية المطاف ترجمة لموجات من الطاقة الكهرومغناطيسية، بس المخ بيترجمها لأحاسيس جميلة لما بيستقبلها ويحولها الألوان. بس كده شكرا. واخيرا وليس اخيرا، بس تشوف الحلقات اللي فاتت وتنتظرنا الاسبوع الجاي، وتنزل تبص بص على المصادر، ولو انت على اليوتيوب تعمل سبسكرايب.